هنتكلم في السيشن ده على اللوبس في داخل البي اتش بي. اتكلمنا في السيشن اللي فات على الكونديشنال بلوكس، وعرفنا ان انا اقدر اتحكم في ان مجموعه ستيتمنتس تتنفذ او لا تبعا لشرط او مجموعه شروط. طب لو هنفترض ان انا عندي مجموعه جمل محتاج اكررها اكتر من مره، بمعنى ايه؟ وليكن مثلا عايز اطبع الارقام من 1 لمليون، اكيد مش هكتب ايكو 1 ايكو 2 لحد ما اوصل لايكو مليون. يبقى انا محتاج حاجه تفضل تكرر نفسها عدد من المرات او تكرر نفسها لحد ما اقول الشرط ده ما اتحققش. يبقى ساعتها هستخدم ايه؟ هستخدم اللوب. فاللوب هي بتكرر لي مجموعه الستيتمنتس اللي جواها، وعندي في البي اتش بي اكتر من نوع للوب. عندي اول حاجه اسمها الفور، بعد كده في حاجه اسمها الوايل، في حاجه اسمها الدو وايل، واخيرا في حاجه اسمها فور اتش. يعني ايه بقى كل واحده فيهم وبتترجم ازاي؟ نبدا بالفور. الفور هي بتكرر لي الستيتمنتس اللي جواها عدد من المرات انا بحدده، بيكون من بدايه لحد نهايه، فبالتالي انا بكون عارف العدد اللي هيتكرر. بكتب الفور ازاي في البي اتش بي؟ بقول فور بعد كده الاثنين برانسيس بالمنظر ده، وبعد كده اثنين كيرلي بريسز. جوه الفور عندي ثلاث اجزاء، الثلاث اجزاء دول بفصل بينهم بسيمي كولون، مش بكولون ولا كوما، هي سيمي كولون. اول جزئيه هي الانيشاليزيشن او الانيشال فاليو اللي هي البدايه بتاعي، بعد كده الكونديشن، وده الشرط اللي المفترض هيخليني مستمر في اللوب، اول لما ما يتحققش الشرط ده بخرج بره اللوب. تالت حاجه هي الديكريمنت او الانكريمنت اللي هي الزياده او النقصان، وجوه الجمل اللي انا عايز اكررها. طب على سبيل المثال ان انا عايز اطبع وليكن الارقام من 1 لحد 100، اكتبها ازاي؟ هاجي اكتب الفور، ومحتاج جوه تلات اجزاء، البدايه وليكن من اول واحد، النهايه عندي 100، فانا بالتالي محتاج احط هنا شرط يخليني مستمر. طب هستمر لحد امتى؟ لحد ما اعدي الرقم المطلوب اللي هو ال 100. فانا بقول له هنا ايه؟ افضل شغال طول ما الاي اقل من كام؟ من 100. طب لو انا عايز ال 100 كمان هحط هنا اليسام، يبقى اقل من او تساوي ال 100 واي بلس بلس. وعرفنا يعني اي بلس بلس وايه الفرق بينها بين بلس بلس اي. وفي الحاله اللي احنا فيها بتاعت الفور دي، لو قلت هنا اي بلس بلس او بلس بلس اي، في الحالتين هيطلع نفس الخارج. او ممكن كمان اقول بلس يساوي 1، بلس يساوي 2، ماينس يساوي 2، ماينس يساوي 1، وهكذا تبعا لمقدار الزياده او النقصان اللي انا محتاجه. فهقول هنا بلس بلس. طب انا عايز اطبع بقى الارقام دي، هقول ايكو القيمه اللي انا عايزها، اقول اي مثلا وبعدها بي اي. لو جينا بقى جربنا المثال ده، فيخرج لي الارقام من 1 لحد 100 بالمنظر ده كده. لو جيت مثلا عملت اي بلس يساوي 2، ده معناه يطبع لي 1 3 5 7 بالمنظر ده كده. يبقى اذا دي بدايتي، ده الشرط اللي هيخليني مستمر جوه اللوب، ده المفترض هيزود على البدايه او ينقص منها لحد ما اوصل لمين؟ للنهايه اللي عندي دي، او لحد ما الشرط ده ما يتحققش. وليكن مثلا عايزين نسيبها بالمنظر ده، وعايز اقول ايه؟ وليكن مثلا عايز اخلي الارقام من 0 لحد 1000، وعايز اقول جوه اطبع لي بس الارقام اللي بتبقى الاسم على الخمسه والسبعه، عشان ندمج الاف مع الفور ونشوف بتتكتب ازاي. يبقى احنا عايزين نتشيك كل اتريشن، يعني كل لفه جوه الفور دي، هل الرقم ده بيبقى الاسم على الخمسه وفي نفس الوقت على السبعه ولا لا؟ فالاتريشن معناها كل لفه من دول او كل اكسكيوشن للبلوك ده. طب الاي دي المفترض هي ايه؟ هي الاتريتور بالنسبه لي او العداد بالنسبه لي، اللي المفترض في اللفه الاولى هيبقى 0، بعد ما يزيد هيبقى بواحد 2 3. فانا محتاج ده اعمل عليه الايه؟ الكونديشن بتاعي. فانا بقى هاجي اقول ايه؟ هقول لو الاي دي بتقبل الاسم على كذا، ده معناه ان باقي الاسم بتاعها بزيرو. فمعنى ان انا اكتب حاجه بالمنظر ده، ان لما اجي اقسم مثلا 5 باقي قسمتها على 5 هيطلع 0، فده معناه ان هي بتقبل اسم على الرقم ده. طيب عايزين اند الاي باقي قسمتها على السبعه برضه بزيرو. ممكن نكتبها كده ما دام دي جمله واحده، او ممكن نحط الكيرلي بريسز بالمنظر ده. لو جينا بقى نشوف الخارج هيطلع 0 35 70 وهكذا للاخر، اللي هي مضاعفات مين؟ مضاعفات ال 35 لحد ما اوصل للاخر اللي هي 908. نيجي بقى للنوع الثاني اللي هو الوايل لوب. الفور انا كنت عارف البدايه، شرط النهايه او الشرط اللي هيخليني مستمر، ومقدار الزياده والنقصان. الوايل بقى هي الاول بتتكتب ازاي؟ وايل، وبعد كده بحط هنا الشرط المفترض هيخلي الاتريشنز تكمل او الستيتمنتس تتنفذ، واول لما الشرط ده ما يتحققش هيخرج بره الوايل. يبقى كده فاضل لي مقدار الزياده والنقصان والبدايه بتاعي. فبنحط البدايه قبل الوايل، والزياده والنقصان او اللي هيخلي الشرط ما يتحققش عشان يخرجني براه جوه مين؟ جوه الوايل. طب دي ممكن استفاد منها في ايه؟ لو انا عايز اعمل مجموعه من الشروط اللي معتمده على حاجه معينه، زي مثلا اجي اقول افضل هات لي داتا
من الداتابيز لحد ما يخلص، فيفضل يجيب لحد ما يريد الريكورد اللي بعده ما يلاقيش، فيقول ايه الشرط اللي مع الوايل ما اتحققش فيخرج بره الوايل. ده ممكن بسبب ايه؟ ان انا مش عارف مثلا عدد الريكوردز. لو انا مثلا قاعد اقرا من فايل، لو وصلت لاخر الفايل انا ممكن ما اكونش عارف عدد اللاينز الموجوده فيه التكست ده، فبالتالي هستخدم مين؟ هستخدم الوايل لوب. طب لو احنا عايزين ننفذ نفس المثال ده اللي احنا طبقناه من شويه بتاع الارقام اللي بتبقى اسمها الخمسه والسبعه بالوايل، هكتبها ازاي؟ هكتب البدايه بتاعي اللي هي زيرو، وبعد كده الوايل، وبعد كده هحط الشرط بين البارانسيز بالمنظر ده. فانا هقول اي اقل من او تساوي 1000، وبعد كده هعمل الكونديشن بتاعي اللي هو ده بالمنظر ده كده. لو سبتها بالمنظر ده، ده معناه ان قيمه الاي مش هتتغير، فبالتالي هيفضل يكسكيوت اكسكيوت، يعني ده معناه انفينيت لوب، لوب عمرها ما هتنتهي. طب انا عايز دلوقتي ازود قيمه الاي دي، طب ازودها هنا ولا هنا ولا هنا ولا في اي سطر؟ المفترض بعد ما اخلص الشغل بتاعي جوه ببدا ازود وانقص، نفس الكلام هنا كده. المفترض ده بيتعمل له اكسكيوشن امتى؟ في اخر البلوك، فبالتالي برضو في اخر البلوك هقول اي بلس بلس، او تبعا لللوجيك اللي انا حاطه فين؟ في الهوايل بتاعي او في اللوب بتاعي. يبقى لو جينا عملنا ده كومنت بالمنظر ده كده، فيطلع لي نفس الخارج لحد 980. في تو كي ووردز ممكن استعملهم مع اللوبس، حاجه اسمها بريك ودي شفناها في السويتش، وحاجه اسمها كونتينيو. بريك دي بتخرجني بره البلوك، فلو هي جوه السويتش هتخرجني براه، ولو هي جوه الوايل او الفور او الدو وايل ايا كان ايه اللوب هتخرجني براها ومش هتكمل بقيه الاتريشنز. انما كونتينيو بتسكيب الاتريشن اللي هي فيها او اللفه اللي هي فيها وبتكمل في النكست اتريشن لو موجوده. بمعنى ايه؟ هفترض جيت هنا خليتها 200 ونشوف الخارج بحيث يكون العدد محدود عارفينه، ونيجي هنا نقول له ايه؟ لو الاي وليكن بتساوي 100 اعمل بريك. يبقى اول لما يوصل ل 100 هيبريك، يعني مش هيكمل لا دول ولا بقيه الاتريشنز. فلو جيت عملت ريفرش هيطبع لي لحد كام؟ 0 35 70، والارقام اللي بعد ال 100 ما طبعهاش. ليه؟ لانه خلاص خرج بره اللوب. طب الكونتينيو بقى، الكونتينيو بيسكيب الاتريشن اللي هو فيها ويكمل الاتريشن اللي بعدها. بمعنى ايه؟ لو جيت مثلا عملت هنا كونتينيو وليكن هنحطها بنكيرلي بريس لان احنا هنزود هنا جمله اللي هي ايه؟ اي بلس بلس. طيب زودنا دي ليه؟ المفترض هو هيعمل كونتينيو، يعني هيسكيب اللوجيك ده اللي احنا كاتبينه او الجمله اللي احنا كاتبينها او البلوك اللي احنا كاتبينه ده، ومش عايزينه يسكيب دي. ليه؟ لانه لو عمل لها سكيب ده معناه ان الاي دي هتفضل عند كام؟ عند 100. احنا محتاجينها بقى ايه؟ تزيد، فعشان كده زودناه وناله ايه؟ كونتينيو. ففي الحاله دي هيطبع الارقام اهي. كده كده ال 100 مش موجوده فما طبعهاش لانها ما بتقبلش القسمه على ال 35. فلو عايزين نبين التاثير بتاع الكونتينيو ممكن نقول لاكبر من او تساوي ال 100 اند ان الاي اقل من او تساوي 150 بالمنظر ده كده. فده معناه ان المفترض الرقمين دول مش هيتطبعوا بالمنظر ده كده. هي بستفاد من البريك ان انا اخرج بره الاتريشنز، ودي ممكن استفاد منها لو انا مثلا بريد من داتا بيز وعايز اقول اول لما توصل للريكورد ببيانات معينه خلاص انا كده خلصت، او ان انا عايز اعمل سميشن على مجموعه قيم واول لما اوصل لافريج معينه او قيمه معينه وقف قرايه من الداتا بيز فبضطر استعمل بريك، واستعمل الكونتينيو لو انا مثلا عايز اسكيب مجموعه داتا مش عايز اقراها او مش عايز اعمل عليها بروسيسنج فبعملها سكيب وهكذا. نيجي بعد كده لحاجه اسمها الدو وايل. الدو وايل بتتكتب بالمنظر ده، فاحنا كتبناها الاول عشان نعرف الفرق بينها وبين الوايل العاديه. الوايل ببساطه بتتشيك على الكونديشن الاول، وبناء عليه لو الكونديشن ده اتحقق بتنفذ اللي جواه، لو ما اتحققش خلاص. يبقى لو من البدايه اصلا الشرط ده ما اتحققش يبقى مش هيتنفذ حاجه ولا هيدخل اصلا جوه الوايل. انما الدو وايل بيعمل ايه؟ بينفذ الاول ثم يتشيك، فده معناه ان هو اتليست هينفذ مره واحده حتى لو الشرط ده غلط. فلو انا عايز حاجه لازم يعمل تشيك الاول ثم ينفذ هستعمل الوايل او الفور لو انا عارف العدد. لو انا عايزه اتليست ينفذ مره حتى لو الكونديشن اللي هو بيتعمل ده غلط فاستعمل الدو وايل. على سبيل المثال نيجي الاول نعمل دول كومنت، هاجي اقول وليكن اكس ب 30 وهقول دو، وناخد بقى الجمله دي نستعملها ونقول وايل ان الاي اقل من 10 بالمنظر ده. اوتوماتيك الكونديشن ده ما اتحققش، لكن هو هيطبع لي قيمه الاي. ونيجي هنا بس نغير الاكس نخليها اي بحيث تتوافق مع مين؟ مع دول. لو جينا جربناه هيطبع لي مين؟ 30، مع ان الشرط ما اتحققش، فده معناه ان ده اتنفذ ثم عمل تشيك. وبرده ممكن نستعمل البريك وممكن نستعمل الكونتينيو مع الدول. نيجي بقى للنوع الرابع بتاعهم اللي هو الفور اتش. ده مختلف شويه على الثلاث انواع السابقه. بمعنى ايه؟ الفور اتش بتشتغل مع الحاجات
اللي فيها اكتر من قيمه زي الاريز زي ما هنيجي نشوفها بعد كده. فمؤقتا هنعمل اري وليكن 10 20 30، والاري ببساطه الحين ما نتكلم عليها هي عباره عن متغير بيشيل اكتر من قيمه باي عدد وباي نوع اللي هي الداتا تايبس، وبتتكتب جوه سكوير براكتس، وهي ليها اكتر من نوع بس هناخد النوع السيمبل منها اللي هي بالمنظر ده. الفور اتش بتعمل ايه بقى؟ بتلف على عنصر عنصر جوه الحاجات اللي هي فيها اكتر من قيمه. طب هي بتتكتب ازاي؟ بكتب فور اتش وبعد كده المتغير اللي فيه اكتر من قيمه، وبعد كده الكي وورد اللي اسمها از، وبعد كده المتغير اللي هيكمل معايا بقيه الايتريشنز. زي ما احنا جينا استعملنا هناك الاي وكانت الاي بتكمل ايتريشنز معايا، هنا بستعمل متغير اسمه الايتريتور. ده المفترض في كل لفه او في كل ايتريشن هيكون قيمته شكل، بمعنى ان اول لفه هيكون باول قيمه، تاني لفه تاني قيمه، تالت لفه تالت قيمه. يبقى ده هيوفر عليا كتير لو انا عايز الف على كل قيمه وليكن مثلا في الريكوردز اللي عندي اللي جايبها من الداتابيس. هو الافضل لي او الاسهل لي استعمل الفور اتش. نيجي نطبق الكلام ده، فهنيجي هنا وليكن نعمل دول كومنت ونعمل اكس 10 20 30، ونيجي هنا نكتب فور اتش، نكتب بقى المتغير اللي هو اسمه اكس والاز وليكن فاليو، ونيجي هنا نطبع الفاليو. هنغير بس دي نخليها فاليو بالمنظر ده كده. يبقى المفترض هو في كل لفه هيطبع لي مين؟ اللفه الاولى 10، الثانيه 20، الثالثه 30 بالمنظر ده كده. لو انا عايز اجيب كمان الاندكس بتاعها يعني ترتيبه كمان، هقول ايه؟ هقول متغير تاني وليكن كي، واعمل الارو بالمنظر ده يساوي انجل براكت. طب الكي ده بيرفرنس على ايه؟ بيرفرنس على الاندكس، والفاليو بترفرنس على القيمه. الاندكس هو ترتيب العنصر، يعني هنا ده المفترض له ترتيب. طب الترتيب هنا بيبدا من كام؟ بيبدا من زيرو في البي اتش بي، فعشان كده اسمها زيرو اندكسد اري او زيرو اندكسد لانجوج. يبقى لغه اول عنصر فيها ترتيبه زيرو. فالمفترض لو جيت قلت له هنا وليكن كمان قوسين كده كي بحيث نفصل بينهم، فهيطبع لي زيرو كذا، واحد كذا، اتنين كذا بالمنظر ده كده. طبعا الاريز ليها انواع تانية، لكن احنا اخدنا سامبل فيو كده عليها بحيث نفهم ازاي الفور اتش بتتكتب. ممكن برضه اطبق الكلام ده على الدوال اللي احنا اخدناه في السترنج. بمعنى ايه؟ وليكن مثلا عندي سترنج ويلكم تو بي اتش بي، وهعمل الاكس ده والسترنج وليكن نسميه str، هنعمل له اكسبلود. فهنقول الاكس عباره عن اكسبلود بالمسافه لمين؟ للstr ده، فيحولها لي الى array زي ما احنا شفناه في السيشنز اللي فاتت، فيطبعها لي بالمنظر ده 0 ويلكم 1 2 2 بي اتش بي. الميزه هنا كمان ممكن نتحكم في ده، ممكن نيجي هنا كمان نطبع k زائد 1، لكن مش هينفع بقى نكتبها جوه السترنج، فممكن نعمل متغير تاني نسميه نيو كي، بتبقى عباره عن كي زائد 1، ونيجي نطبع هنا نيو كي. ولو عايزين نرتبها بدايه من 1 فبالمنظر ده. طب ليه ما ضفتش هنا كي زائد 1؟ لانه مفترض بيرندر او بيبروسيس المتغير اللي هو بادئ من الدولار ساين كقيمه ويحطها مكانها. فلو جينا كتبنا هنا زائد 1 ده معناه ان احنا كتبنا السترنج او النص زائد 1 بالمنظر ده كده. فعشان نحسبه كاكسبريشن بنحسبه بره مين؟ بره السترنج، او بنضطر بقى نعمل هنا كونكاتينيشن بالمنظر ده كده. فاذا الدبل كود بتستقبل بس متغيرات جواه. يبقى اذا في السيشن ده اتكلمنا عن اللوبس، وعرفنا ان اللوبس بتكرر مجموعه من الجمل عدد من المرات او تبعا لوجود شرط، والشرط ده ما اتحققش او اتحقق. عرفنا ان احنا عندنا اربع انواع، الفور، الوايل، الدو وايل، والفور اتش. عرفنا ازاي نكتب كل نوع، وعرفنا ان المميز فيهم اللي هو الفور اتش اللي هو بيلف على الاريز مثلا، وعرفنا ان له طريقتين كتابه، لو احنا عايزين الفاليو بس، ولو احنا عايزين الكي اللي هي الكي او الاندكس، والفاليو اللي هي القيمه. عرفنا ان الدو وايل اتليست بتتنفذ مره بعكس الفور والوايل، لو الشرط ما اتحققش مش هتتنفذ. وعرفنا ان في حاجه اسمها انفينيت لوب، ودي المفترض لوب بتشتغل الى ما لا نهايه، وبنحاول نبريفنت الموضوع ده، لان المفترض لو في لوب اشتغلت الى ما لا نهايه احنا كده بنهانج السيرفر بتاعنا. عرفنا ان في حاجه اسمها بريك وحاجه اسمها كونتينيو. البريك كان وظيفتها انها تخرج بره الايتريشنز وما تكملش بقيتها ولا بقيه الجمل اللي تحتها. الكونتينيو كان بيسكيب بس بقيه الجمل اللي تحتها وبيكمل بقيه الايتريشنز.